لا حول ولا قوة إلا بالله. مشاهدي المتابعين عبر جريدة الحدث 24 زبون يعني جل المخبزة مشهورة بين المحمدية، ما بغاش ينتظر النوبة ديالو، تعصب ضرب مستخدم يعني في هذه المخبزة، دخل لي كروشيات يعني بهذا المعنى حشوم. وأنا نشوف يعني زبون يعني بعقله يعني بكامل القوى العقلية غيقصد واحد من المستخدمين وغيبدا يدخل لي في الكروشيات، وفي نفس الوقت خرج كمل داك الشيء اللي بدا وهرش لهم الجاج ديال البوابات ديال هذه المخبزة كما قلنا مشهورة. عناصر ديال الامن الوطني مشكورين دخلوا على السرعه الان يعني كيتم يعني البحث على هذا المعني بالامر كما قلنا مشاهدينا المتابعين كما كتلاحظوا معنا. المخبزه ماشي ديالو اصلا. السيده صفات كانت غتخف هنا يا مشاهدينا الكرام. السيده راه الخلعه صاحبي راه ملي ضربات هذه الباديله الشجره هذه راه الليله صاحبي شي بوطه تفرقعات. هذا هو الشاشه هذا هو الشاشه وي بيان سور. السيده ضربات في العين ديالها كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا المتابعين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني زابون يعني كيدخل وكيفاجئ صراحه الزبناء ايضا اللي كانوا في عين المكان تفاجئوا الواقعه، حيت ما يمكن الصراحه ما يمكنش ان ناس يعني خدامين حتى كيتفاجئوا باللي واحد الزبون جا دخل باغي يسبق الناس اللي سابقينه، ومن اللي قالوا لي انتظر النوبه ديالك بدا كيضرب في عباد الله وهرس لهم الجاج ديال المداخل ديال المخبزه المشهوره من محمد. كما قلنا العناصر ديال الامن الوطني مشكورين دخلوا على السرعه الان تيتم البحث على المعني بالامر كما قلنا، ولكن عيب وعار حشومه انا نشوف الامور كتوقع مشاهدينا المتابعين كما كتلاحظوا معنا الجاج على مدينه المحمديه. لازم السيد هذا تم الاطاحه ديالو في اقرب وقت. لا حول ولا قوه الا بالله. الاخ حليم شنو وقع اخويا انا في امام هذا؟ دابا هنا توصلنا بواحد المكالمات هاتفيه من اجل التغطيه من اجل المواكبه ديال هذا الحدث. هذا كان احد الزبناء انا اللي دخل ربما وقع عليه شي مشكل مع احد المستخدمين على قبل البلاصه وهذا الى اخره، فضرب الجاده فرقعها، عرض السلامه ديال الناس للخطر، عرض السلامه ديال هاد الناس هادو للخطر. فللاسف هاد السيد الان دابا الامن الوطني غادي ياخذ الاجراءات يعني لازمه من اجل الاطاحه بهاد السيد. ولكن كنشوف يعني المستخدم حتى هو تعرض للضرر يعني تعرض للضرر، هذا اشكال هذا مشكل، هذا انسان غير طبيعي ربما. ربما على شهادة بعض الناس اللي كانوا بالله عليك هاد الناس هادو غير حالة غير طبيعية، لأنه دخل على قبل التسحاب غيولي ضاربها ببط، راه ما ضربش الدجاجة، راه هبط باب ديال الدجاجة بإكماله وضرب أحد المستخدمين هنا وخارج السيد نتار. كارثة هذه كارثة. أنا خطيك الأخ عزيز أنا خطيك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يعمر دار هاد الناس وتعدى عليهم الله ياخذ فيه الحق. شكرا أمي شريفة. شنو وقع لكم قلت شريفة؟ يعني ما عمركم وقع لكم هذا الواقع بهذا الشكل هذا؟ أول مرة. أول مرة. يعني جزابون بحال جميع الزبناء اللي كيجيو. لا حول ولا قوة إلا بالله، كما سمعتوا معنا مشاهدينا المتابعين، يعني صراحة صدم الجميع هذا المعني بالأمر هذا. يعني الوضع يعني ما صراحة ما عمر وقعت عندهم شي واقعة بهذا الشكل هذا، يعني كيشتغلوا بشكل عادي، الأمور مزيانة، عندهم يعني الناس اللي كيجيو يعني كياخذوا الحاجيات ديالهم. إذا بهم كما قلنا مشاهدينا المتابعين كيتصدموا لهذه الواقعة وهذا الشخص اللي كما قلنا جاء بشكل مفاجئ. يعني زابون كباقي الزبناء اللي كيجيو لهاد المخبزه المشهوره اذا بين يعني كيتفاجئوا باللي ضرب واحد المستخدم وايضا ما قدوش هذا الشيء وخرج على برا وبدا كيهرس في الدجاج. لا حول ولا قوه. العناصر ديال الامن الوطني صراحه مشكورين متبني يعني الواقعه، تفتح بعض قضايا بخصوص الواقعه واكيد غيتم الاعتقال ديالو في اقرب الاجال، حيت كما قلنا انسان ما يوصلش للمرحله ديال التعدو وهذا الحقره بهذا المعنى هذا، وتعدى على ناس غير خدامين وما بغاش يعني ينتظر النوبه ديالو كباقي المواطنين. الله يدير لي فيها الخير نكتفي بهذا القدر. مره اخرى مشكور على العناصر ديال الامن الوطني على التدخل على وجه السرعه. الى هنا نكتفي بهذا القدر على ان نلقاكم بث مباشر اخر.